السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ازاي تقدر تعمل سيت اب للقناة بتاعتك. لو انت عايز تعمل فيديوهات على فيسبوك، لو انت عايز تعمل فيديوهات على يوتيوب او اي فيديوهات، فازاي ممكن تعمل اوضه ليك تقدر تسجل بيها الفيديوهات زي الاوضه اللي انا قاعد فيها دي. طبعا الناس عارفه الاوضه اللي انا كنت قاعد فيها قبل كده، وعارفه ان انا كنت حاطط كرومه خضراء في الاول، والاوضه اللي انا كنت قاعد فيها كان لونها اوف وايت قالب على اصفر شويه كده، فاللون ده ما كانش ينفع خالص ان انا اصور فيه نهائيا. يمكن ظهر اللون ده في كام فيديو من الفيديوهات وانا بعمل فيلم قصير كده، فكان يعني بيظهر اللون الاصفر ده او اللون الاوف وايت ده، ولكن انا لقيت ان الموضوع صعب جدا عندي في الاوضه ولازم ادهنها. ده كان ضروري جدا عشان اقدر ابدا اعمل فيديوهات او يعني اكمل في الفيديوهات، لازم اعمل تطوير للاوضه اللي انا فيها ولازم تدهن، كان ضروري عندي. بالنسبه لك انت بقى، اول حاجه لو انت الاوضه بتاعتك لونها ابيض ابيض او لون فاتح جدا، الالوان دي اتمنى انك تسيبها وما تضيعش فلوسك او الميزانيه اللي معاك في الدهان، لان الدهان هو ممكن ما يفرقش معاك كتير، لان لو الاوضه كويسه ومدهونه من سنة او سنتين عادي جدا ما بيفرقش كتير على فكرة، ولونها شكله ابيض وكويس، ولو اللون ابيض ده يبقى ممتاز جدا، او لون فاتح زي اللون اللبني اللي هنا او اللون البينك اللي هنا اللون فاتح برضو، فلو اي لون من الالوان دي فالاوضة كويسة جدا. لو عايز تبدأ محتوى تقني او اي محتوى فاللون ده بيدي طابع كويس جدا للفيديو، ده اول حاجة. تاني حاجة ان اللون ده ممكن يختفي اصلا عن طريق انك ممكن ترسم حاجات، ممكن ترسم اللوجو بتاعك، ترسم صورتك انت، صورة كرتونية ليك مثلا، ده حاجة حلوة جدا على فكرة. ممكن ترسم شعار اليوتيوب، شعار الفيسبوك، شعار اللايك زي ما الناس قالت لي، وان شاء الله قريب جدا هتلاقي الحاجات دي مرسومة. ولكن انا جاي النهاردة اكلمك عن ايه الاخطاء اللي ما تقعش فيها لما تيجي تعمل سيت اب. فاول خطأ انت ما تقعش فيه انك لو الاوضة كويسة عندك مش محتاجة دهان فاتمنى انك ما تدهنهاش، تمام؟ عشان ما تضيعش ميزانيه كبيره جدا زي ما انا عملت. طيب الميزانيه بتاعت الدهان دي انا كنت ممكن استخدمها في ايه؟ كان ممكن استخدمها في ان اجيب مكتب تاني غير المكتب ده. المكتب ده هو المكتب اللي انا كنت بحط عليه الموبايل عشان اصور في البدايه، في لما كنت بصور بالكروما كنت بحط عليه الموبايل. المكتب ده كنت بستخدمه في حاجات كتيره جدا، كنت بذاكر عليه اصلا. ولكن انا شايف ان لو عايز مكتب تاني ما تضيعش فلوسك في موضوع الدهان. المكتب بيتكلف فلوس كتير، فالدهان مش هيبقى زيادة عليك جدا يعني لو انت عاوز تعمل سيت اب، بالذات لو انت مبتدئ لسه في اليوتيوب، تمام؟ غير بقى لو انت عايز تجيب مكتب مستعمل او كرسي مستعمل. حتى الان لسه ما جبتش ولا المكتب ولا الكرسي، انا بس ضيعت فلوسي كلها في الدهان، وهنتكلم على التفاصيل بتاعت الدهان كمان شويه، بس خلينا نكمل في موضوع المكتب. فانت لازم تحتاج مكتب كويس، لو عندك طبعا المكتب الكويس فده هيبقى ممتاز جدا. لون المكتب يفضل ان يكون يا اسود غامق جدا، اسود غامق جدا كحلي يعني حاجه غامقه جدا، او ابيض جدا على حسب الاوضه، تمام؟ اوضه بيضه ممكن تخليه ابيض او اسود عادي جدا، تمام؟ فيا اسود يا ابيض، ما يبقاش اصفر ما يبقاش اخضر، اسود او ابيض. لو اسود فما تحطش عليه مفرش، لو ابيض برضو ما تحطش عليه مفرش. اما لو الوان تانية وده اللي قدامك او ده المتاح ليك، حاول تحط مفرش اسود او ابيض برضو، تمام؟ لكن يعني سيبك من اللي انا حاطه ده، مش مشكله دلوقتي، تمام؟ عشان هنا اصلا تحتيه في دهان يعني من ما كنت بعمل الاوضه، عشان برضو لسه هكمل لك ان انا اللي دهنت الاوضه انا وواحد قريبي وابويا، فاحنا اللي دهنا الاوضه عشان طبعا قلت لك الميزانيه كانت خلصت، فكان لازم احنا ندهن. والموضوع مش صعب على فكره يا جماعه، لو ميزانيتك خلصت وعايز تدهن انت الموضوع مش صعب نهائيا. انت كل اللي انت محتاجه انك هتجيب الدهان، الدهان نفسه اسمه دهان بلاستيك. حتى لو عندك الدهان اللي كان مدهون زيت، في انواع الدهان في زيت وفي بلاستيك، فانت بتجيب البلاستيك لان الزيت بيبقى اغلى كتير وبيلمع، هو ده الفرق الكبير يعني ان هو بيلمع، وطبعا الزيت بيبقى كويس. ولكن لو عايز تدهن حاجه كويسه عشان لو حبيت تغيرها فبيبقى البلاستيك احسن، والعلبه تقريبا او الجردل يعني منه بيبقى كبير كده تقريبا الحدود دي. المهم انه بيبقى تقريبا عمل معايا 200 جنيه، تمام؟ 200 جنيه، وبتجيب الوان اللون كان ب 6 جنيه تقريبا، فالموضوع كله اتكلف جردلين تقريبا 400 جنيه حاجه زي كده يعني. ف زي ما قلت لك لو الاوضه كويسه ما تدهنهاش، تمام؟ حتى لو عندك الجزء اللي ورايا ده، الخلفيه اللي ورايا دي او الحيطه اللي تبقى وراك دي، لو هي الوحيده الحيطه الوحيده اللي كويسه فسيبها، تمام؟ وما تدهنش الاوضه خالص يعني. لو دي الحيطه مثلا بيضه وراك كده وحلوه شكلها كويس فما تدهنش الاوضه يعني، مش لازم عادي. فانت محتاج لو الاوضه وحشه هتعمل دهان، محتاج مكتب، محتاج كرسي عشان لو هتقعد. اما لو هتفضل واقف، وما بفضلكش انك تفضل واقف بصراحه، لو الافضل انك تقعد بيدي انطباع احسن على الفيديوهات، ولكن عادي ده اللي انت عايزه يعني، عايز تقف عايز تقعد براحتك. لو عايز تقف
برضو انت محتاج المكتب والكرسي، انك مسيرك هتقعد يعني، وهتقعد عشان تشتغل، عشان دي الاوضه بتاعت الشغل، اوضه الشغل مش اوضه التصوير بس، اوضه الشغل. فانت هتحط اللاب وهتقعد، فانت دايما محتاج مكتب، هتحط الكمبيوتر يعني هتقعد، فانت محتاج مكتب. يبقى مكتب وكرسي ودهان، تمام. حاجه كمان طبعا مهمه جدا هي الاضاءه، لازم يكون عندك اضاءه، لازم يكون عندك 2 سوفت بوكس. طبعا دول السوفت بوكسين اللي انا كنت عاملهم، وهوديك رابط في الديسكريبشن عن الطريقه اللي انا عملته بيها، بسيطه جدا وشرحتها قبل كده. فالموضوع بسيط جدا في السوفت بوكس، فانت كل اللي انت هتحتاجه 2 زي دول، هتوجههم بس عليك كده، والموبايل او الكاميرا في النص، تمام. طبعا انا النهارده مش جاي اتكلم عن المعدات، لان دي هعملها في حلقه قريب جدا، المعدات الحلوه الكويسه جدا اللي انا بدات بيها واللي انت هتبدا بيها يوتيوب. معظم الناس اللي عندي ممكن تكون عارفاها، ولكن اعتقد ان انا محتاج ان اعمل الحلقه دي عشان الناس اللي لسه هتبدا يوتيوب، فالحلقه دي تبقى مهمه جدا بالنسبه لهم. يبقى الاضاءه اللي عندي انا مقعدها على كرسي على فكره، يعني بوقف الاضاءه دي على كرسي وانا قاعد هنا، وهي في وشي وتحتيه الكرسي اللي انا قاعد عليه، وقدام المكتب، وده المرج بتاعي بس، تمام. وهنا في كنبة، او في هنا انتريه كده صغير بحتاج اني انام عليه او اقعد عليه، بحيث انه مريح اكتر من الكرسي اللي انا قاعد عليه، لان الكرسي ده وحش جدا بصراحة. فانا لسه المفروض اني اشتري كرسي كويس يعني، عشان الكرسي ده صعب، صعب جدا. وزي ما قلنا الدهان ده كله اتكلف على بعضه 400 او 420 جنيه بالكتير كله على بعضه، لو هتجيب حد يعمل لك الحاجات دي. لو الاوضة عندك بقى متدمرة ومعمول فيها اسمنت وحاجات زي كده، فانت هتحتاج حاجة اسمها معجون. المعجون ده بيتكلف فلوس تانية خالص وحاجات كتير، فالأفضل إنك تجيب نقاش بقى هو اللي يعمل لك الأوضة كلها، ومش هياخد أكتر من 150 200 جنيه، 100 جنيه على حسب يعني، على حسب الأوضة وعلى حسب مساحة الأوضة يعني. بس أنا شايف إن الأوضة كده صراحة ممتازة جدا، مش محتاج فيها أكتر من كده. أوضة تقريبا 3 متر في 4 متر، فأوضة كويسة، مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، وبرضه فيها كل اللي انا عايزه. لو انا جبت كاميرا مثلا هرسم حاجات ورا، والعزل هيبقى كويس جدا، والمسافه بيني وبين الكاميرا هيبقى كويس جدا، بحيث ان هو يقدر يعمل عزل كويس، وانا بعيد جدا عن الحيطه برضه، وده كويس وهيقدر يعمل عزل كويس. وطبعا في حاجات لسه هتترسم ورا، فانا لسه مش عارف هرسم بقى شعار اليوتيوب الاحمر ولا الاسود، ده اختيارك انت، اختاره من البتاع اللي فوق عندك ده في الايفون، هتلاقيه اختار كده، اعمل شعار اليوتيوب الاحمر ولا الاسود على الحيطه البيضاء اللي ورايا دي، تمام. بس كده انا كده تقريبا اتكلمت في كل حاجه لها علاقه بالاوضه الجديده، ولها علاقه بالدهان الجديد والحاجه. ف بس كده دي كانت حلقه النهارده، اتمنى انك تعمل لايك للفيديو، عشان لو عاوز تشوف حلقه المعدات اللي انت تبدا بيها يوتيوب، لو انت عايز تبدا يوتيوب او عايز تطور المحتوى بتاعك، لو انت بتتكلم عن طريق سطح المكتب وبتتكلم، فلو عايز تطور من المحتوى بتاعك، فانت ممكن تحتاج الحلقه الجايه دي، او مش عارف هي الجايه ولا لا، بس هي قريب جدا ان شاء الله. اللي هيحدد ده هو اللايك بتاعك، فانت اعمل لايك عشان نقدر نعمل الحلقه دي في اسرع وقت. واشترك في القناه من الدوريه اللي انت شايفها قدامك دي، لو انت كنتش مشترك، او لو انت اول مره تشوف مصطفى، او اول مره تشوف مستر منتج. وبس كده، شكرا عشان انت شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، سلام.